Donald Trump sees the world a little differently than us. اختارت كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز ليكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس. شو منعرف عنه؟ وولز هو أكتر خيار تقدمي بين الوجوه اللي كانت مطروحة للمنصب. فضلته هاريس على المرشح الأبرز جوش شابيرو بسبب الانتقادات لمواقف شابيرو المتطرفة بتأييد إسرائيل وشيطنته للاحتجاجات بأمريكا ضد الإبادة بغزة. بالمقابل مواقف وولز من حرب غزة أقرب لهاريس، صحيح أنه داعم لإسرائيل وأدان هجوم 7 أكتوبر، بس وولز من الداعمين لوقف إطلاق النار وانتقد الانتقام من المدنيين بغزة وكان متفهم للاحتجاجات ضد موقف إدارة بايدن من الحرب. Israel's right to defend itself is real, but also the situation in Gaza is intolerable. The humanitarian crisis must be brought to an end. أما بالملفات الداخلية الأمريكية، فطبق وولز الأجندة الليبرالية، حول الحق بالإجهاض لقانون بمينيسوتا. He was the first governor in the country to sign a new law that enshrined reproductive freedom as a fundamental right. In Minnesota, we respect our neighbors and their personal choices that they make. Even if we wouldn't make the same choice for ourselves, there's a golden rule. Mind your own damn business. وعمل قانون بيعطي كل تلميذ حق الحصول على وجبات ببلاش. وناصر وولز حقوق المثليين والعابرين والعابرات جنسيا وحد من حرية حمل السلاح، إضافة لسلسلة من التدابير لمصلحة النقابات العمالية والطبقة الوسطى. I had an opponent who thought this was a real zinger when we were going at it. He said, Governor Walz is in the pocket of organized labor. And I said, that is a damn lie. I am the pocket. كأول مرة ملونة بتترشح للرئاسة بأمريكا، اختارت هاريس نايب إلى هو رجال أبيض من الطبقة الوسطى وعنده تاريخ بالجيش وبعدين بالتعليم المدرسي قبل ما ينتقل للعمل السياسي. ومن هالخلفية بيعرف فورس كتير منيح كيف يحكي عن ترامب. Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club up in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends.